السلام عليكم. السلام احنا حي 17 بلدية احمر العين ولايتي بازا. رانا نعانيو صيفا وشتاء. رانا نعانيو في الشتاء من الطريق، ما كاش طريق التهيئة، وفي الصيف ما عدناش وين نلعبو. العطلة تاعنا ما نفوتوهاش كيما نفوتوهاش مليحة. ما عدناش طاقماتيك ونروحو لحسيدة يحوزونا، ما كاش ما عدناش حقوق الطفل كاع. وين راهي حقوق الطفل؟ وين راهي حقوق الطفل تقولوا عليها حقوق الطفل ونهضروا عليها وعندها يوم تاعها؟ وما كاش ما راناش حاسين بها كاع حقوق الطفل. حنا كي نروحوا لليكول ما اصحاب المدينه يضحكوا علينا، يقولوا لنا انتم اصحاب الحواش ما تعرفوش، ماكمش محلبين مغرسين، نروحوا بلي بوطات. ما كاش نطلبوا من الوالي يسقم لنا الطريق وصطاد يدير لنا صطاد ماتيكو في اقرب وقت، خاطش ما نطيقوش نصبروا، عانينا بزاف. السلام عليكم. السلام. رانا في حي بن عمر، الشهيد ابراهيم بن عمر رقم 17، هو القديم. كاينه حاجه، المير هذا المير بروه لي وراك، عمرك ولا جيت الحوش دينيه، وعمرك ولا تعرفنا، وما نعرفوكش. احنا عندنا غير كاغت زياده اللي عندك برك نعرفوك بها. عرفتك انا نهار اللي جيت لدينيه تفوطي باش تدي اسمك. هذه ايه شاف دايره جديد ما على بالناش كيفاش هكا داير لها. خمس كيران قلت جبتوا كيران ما شفناهمش، جبتوا لنا كار قلنا يرحم والديكم. الطريق هذه ما عطيتونا والو عليها، قلتوا لنا نخدموا لكم طريق مسمره، امنا بطريق مسمره، ومن بعد ولات في مينيكوش، ومن بعد كليتنا الغرسه وراكم رايحين بيها. خافوا شويه يا ربي برك، كي تروحوا ترقدوا شهد وتفكر باللي راه كاين ناسك غابنهم. انت شاف دايره ولا الوالي ولا اللي تحبوا كاع خمو، كي تروحوا تركدوا ديروا رواحكم باللي انت تموت كيما انا. وش هي المطالب تاع المطالب تاعنا؟ تخدموا لنا الطريق وحده، الضواو زوج، تهيئه، مغبونين في كلش. احنا قادر يجريسيك في الليل في الليل في الليل، تجيب قضيانك يجريسيك بنادم. ما عندناش الضواو ذراري باش ديروا لهم مصطاد، ما عندهمش مساكن وين يروح يلعبوا يحاوزوه، الدار اللي يلحق ليها يسقلوه. ما كاين حتى حق مسكين، حتى ولاو يلعبوا في الحصايد. انا نلعبوا في الحصايد بصح البيلوت قال لك انا نحرس ارضي يخدمها. وين يلعب ذا طفل؟ فهمني وين يلعب؟ انت عندك وليدك وين يلعب؟ قولي وين يلعب؟ انا على بالي في تيبازا عنده جعليله، عنده كلش. في حمر العين عندك الجعليله، عندك كلش. انا وليدي ما عندوش الجعليله، مازال داير جعليله بالسلك. حمر العين وما كاش جعليله؟ ما كاش حمر العين، ما عندكم والو، مازلنا نطلعوا في السجر. علاه هناك شوف وليدي شادي بيطلع في السجره؟ انت فاخر مني؟ ما انت وليد 9 شهور كيما انايا، كيما وليدك يلعب بالجعليله وليدي يلعب بالجعليله، كيما انت يا الصباح تخرج والغرسه ما عندكش، انا زين نحوس كيما انتايا. انا شتها في ولايه تيبازا، الصباح حفروا الطريق، نص ساعه كنت خدمت، هنا علاه ما جيت درتوها كيما هما؟ علاه ما درتوهاش؟ وصلت الرساله بارك الله فيك. الله يسلمك صحيح، تفضل. شوف احنا راسلناهم، راسلنا بعثنا للشيف دايره، هاهم ليك الوراق، بعثنا لهم، بعثنا هاك شو رايها. بعثنا الامين العام، بعثنا الامين العام، هاي ليك، هاي ليك لاكيزي وكمال، بعثناها له البارح، بعثنا له البارح، بعثنا بارفاكس، بعثنا بارفاكس هذه تاع الامين العام، وبعثنا للمدير اشغال عموميه، وبعثنا للوالي، وهذو تاع هاك شو هذا شدهم، وهذو تاع الدائره، هذو تاع الدائره، هذو الشكاوي تاع الدائره، هم ليك الاسماء تاع 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 السكان، وهذو هم ليك فاني، هذه تاع بلديه احمر العين، هذه بعثناها للمير، بعثناها للمير، وهذه ثاني للدائره. صافي رانا باعثين حنا ثلاث خطرات للدائره وزوج خطرات للبلديه، وباحثين زوج خطرات للولايه، باحثين الامين العام، وباحثين المدير اشغال عموميه، وباحثين للوالي. لحد الساعه ما كانش لي ريبوندي لنا. وهاي ليك، هاي ليك، هذه بعثناها بار بوست ريكوموندي، هاي ليك، هاي ليك، هذه بعثناها ريكوموندي، هذه عندها واحد الشهر من اللي بعثناها، ما كانش كامل اللي ريبوندي لنا ولا اللي هضر معانا. احنا رحنا هذاك النهار، رحنا ليهم قلنا لهم يا ودي احنا نحتاجوا المطلب الاساسي تاعنا في الحي تاعنا هو الطريق. طريق احنا المطلب الاساسي تاعنا هو طريق، تهيئه الحي، هاي ليك تهيئه. شوف شوف قدامك، شوف قدامك، فراي دايره الطريق، شوف قدامك، شوف دراري كفارهم يلعبوا. قلنا لهم يخدموا لنا الطريق والتهيئه. احنا كي دخلنا ذيك النهار رحنا طلعنا باش نتلاقوا بالامين العام، قلنا يا ودي كي عندكم قلنا كونفوكي المير وشاف دايره باش تطلعوا معاهم نهار الاحد. احنا طلعنا اليوم بالثلاثه، قال لك نهار الاحد
يطلعوكم هما وتروحوا للولي باش تهضروا معاه. واحد منهم مخرج الحد 29 نوفمبر. 29 نوفمبر طلعنا لهم حنايا، طلعت انا وثلاثه افراد طلعنا لهم قلنا ممثلين عن سكان حي ابراهيم، عن سكان الحي طلعنا لهم يا ودي، قلنا لهم باش نهبطوا الولايه كما قال لكم الامين العام باللي ودي جيبوهم روحوا باش تتلاقوا مع الوالي. قالوا لنا يا ودي احنا ما نقدروش نروحوا. قلنا لهم علاه؟ قال لك وحده لقاو حجه بالطريق باللي ودي راهي مغلوقه وكامل. قلنا خلاص معليش، قلنا له يا ودي صافي نتايا يطلع معنا المير ويبقى الشاف دايره هنا. قال لك لا لا، ومنا وما نطلعوش، طلعنا وحدنا، طلعنا وحدنا وحطينا ورقه فما اكيزي باللي ودي جينا ليكم. كي رحنا حبسونا، كي جينا خارجين حبسونا في البوليس. قال لك يا ودي تطلعوا مع تهضروا مع مدير اشغال عموميه. طلعنا المدير اشغال عموميه كنا نهضروا معاه. كي دخلنا قلنا يا ودي انتوما المطالب تاعكم شنو هما؟ قلنا له يا ودي احنا المطلب تاعنا الاساسي قلنا له طريق والتهيئه. باش نتفاهموا، الطريق اللي تربط بين ابراهيم بن عمر ومزرعه رقم 17. صح، الطريق اللي تربط وتهيئه الحي. قلنا يا ودي انا نخدم تهيئه الحي مش تابعه للاشغال العموميه. ايه على بان التعمير تاع التعمير. قال لك يا ودي حنايا نخدموا 900 متر برك الطريق اللي تربط بين مزرعه الشهيد ابراهيم بن عمر وحي ومزرعه رقم 17 على الحي اللي نسكنوا فيه حنايا. قال لك نخدم غير هذه، قال لك ما نخدمش انا تهيئه. حنا قلنا لكم 900 متر. قلنا 900 متر. والمسافه اللي تربط بين الحيين شحال؟ بين ابراهيم بن عمر و وبالحي تاعنا 1500 كاين 1500. حنا قلنا لهم صافي خدموا لنا 1500 بالحي بالطريق كاينه كامل 1500. قال لك لا لا حنا نخدموا 900 متر. قلنا لهم يا ودي هذا المطلب انت كي تخدم لي دوكا انا تخدم لي 900 متر وتخلي لي الحي هكا بالغرسه وكامل ما نقدر، مش ما درنا والو قال لك يا ودي خلاص غدوه نبحث لكم لاكومي. الامين العام قال لي يا ودي خليها عليا تاع الحي. تو يا الرئيس كيفاش نخليها عليك؟ لازم حنا نحتاجوا حاجه ملموسه باش الشعب يامننا. قال لك خليها عليا. قلنا يا ودي غدوه يجوا لا كوميسيون باش يعبروا طريق باش يعبروا. قلنا بالاثنين يجوا، حنا كنا عنده بالحق. قلنا غدوه الاثنين يجوا. سديناهم الاثنين ثلاثه ولا اربعه والخميس والجمعه واليوم السبت، عندهم ست ايام ما نحسبوش الويكاند، اربع ايام ما كانش اللي جا لينا وما كان والو، لا مير لا شاف دايره، ما جاو هما من الولايه، ما كان حتى واحد جا لينا، ما كاش. ومن بعد كي طلعنا حنايا البلديه باش نكونفيرمي وكامل يا ودي اسكو الفيش تكنيك تاعنا طلعت جاو داوها منا. قلنا الزوامير قلنا باللي بعثناها صح. لحياني عيط للسيد قال له يا ودي بعثناها كمال. ومن بعد حنا كي طلعنا تلاقينا بالمير، تلاقينا به في الولايه، كان عندهم بروبليم هذاك تاع السكنات وكامل في الدائره، كان عندهم بروبليم تاع السكنات، كان مع شاف دائره. تلاقينا به هضرنا معاه قلنا يا ودي الفيش تكنيك مازال ما بعثناهاش. دوكا واحد يقول لك بعثناها، واحد يقول لك مازال ما بعثناهاش، حنا مازال ما فهمناش لحد الساعه، مازال ما فهمناش. وهي انا على حسب واش نعرف نورمالمون الفيش تكنيك تجيني فيها شاف دائره، تطلع للدائره باش تفوت ليهم ماشي ديريكت. هو قالنا لا لا انا بعثتها. حنا ما فهمناش، حنا ليسونسير، حنا المطلب الرئيسي تاعنا، وحنا ماذا بينا في اقرب وقت. باسكو ليك ذراري هذا وهذا الشعب هذا ما قدروش يصبروا وخلاص سيبون. من الاستقلال ما مشيناش في القدرو، يا هل ترى المطلب الاساسي قدرو ما تقدرش ديروا لي. ناس في الاوروب عنده جان صغير يكون عنده اوبجيكتيف باش ما عنباليش انا يفتح شركه يدير حفصه هكايا. حنا عندنا اوبجيكتيف تاعنا طريق وطروطوار. شغل مازلنا وصلت الرساله، مازلنا في العالم الثالث. الله يعافيك. السلام عليكم. احنا مزرعه ابراهيم العمر رانا نعانوا اكثر من الحوايج، ما عندناش طريق، ما عندناش ماتيكو، رانا نلعبوا في الحصايد، يحاوجونا نروحوا بلي بوطات الغرسه في الليل كي نوضوا على 6:30 الضوء ما كاينش، الظلمه نروحوا الكار كي نروحوا كاع موسخي، خطرات الكار تجي خطرات ما تجيش، انا نروحوا يضحكوا علينا والله غير سوفرينا ما ناش طايقين نزيدوا هكا. السلام عليكم، انا نسكن في حوش دانيال وعندنا الغرسه بزاف في الحوش تاعنا، وحبيت نقول لكم سقمونا الطريق لاخاطش كي نروحوا نقراو صحاباتنا كاع يروحوا بحذيه نظام، خير حنايا نروحوا بحذيه مدودين.